الشوط الثاني زي ما قال كابتن احمد حاولوا اكتر، لكن قبله من وجهه نظره سوء توفيق. ايه التفاصيل البسيطه اللي كان ممكن الفاركو لو ركز عليها في الشوط الثاني كان يكون ند اقوى او ممكن يقدر يعدل الكفه؟ طب قبل ما نتكلم في التفاصيل اللي كان ممكن يحل بيها، تعالى نتكلم في الاول في الشوط الاولاني في حاجات هو الكابتن احمد كان المفروض يشتغل عليها وما حصلتش، خاصه الكره الثابته. جميل. كابتن علي ماهر بيتميز ولاعيبته بيتميزوا بالكور الثابته. كان في مشكله واحده بس عند فرقه فاركو اتكررت مرتين ورا بعض، منهم كوره كان ممكن تيجي جون شوطه من سمير فكري من على حدود ال 18 خبطت في رجل احد لاعبي فاركو وطلعت كورنر. مظبوط. ودي اول كورنر كان فيه خطوره، تحس اهي الكوره اهي اعتقد اتلعبت كورنر عادي. هم مشكله لعيبه فاركو في الكور الثابته ان كلهم بيقفوا جوه ال 18، محدش بيحرس. بص هتلاقي كل الكور الثابته فيها خطوره كبيره جدا على فرقه فاركو. صحيح. كلهم بيقفوا جوه ال 18 ومفيش حد بيحمي ال 18 خالص. يعني ادي مثلا كره اهي سقطت لسمير لبا، عملها نفس الغلط. هنا هم بيدوا مساحه او وقت كبير جدا للعيبه اللي على ال 18 بتوع المصري ان هم يتحركوا بالكره بسهوله ويطلعوا الكره بسهوله سواء شوطه او باص عشان تتعمل الخطوره تاني، يعملوا السكند بول ويحضروا بهدوء فيقدروا ان هم الله ينور عليك اكتر من دي النقطه المهمه جدا. انما هو الشوط الثاني عمل تغييرات مهمه جدا، اللي هو رمى بناس كتير تقدر تعمل الفارق، طلع سيفتيري اللي ما كانش ليه وجود في طول الشوط الاولاني وده اول غيره، ورمى بلعيب زي احمد فؤاد وخلى شكري نجيب زي ما هو، عمرو ناصر فيرود زي ما هو في مكانه، بس زود لعيب من اللعيبه بتوع نص الملعب على طرف من الطرفين سواء كان محمد فخري او محمود عماد، وزود في الحته دي. عمل تغييره تاني في منتهى الاهميه، بس دي جت متاخره شويه. اعتقد لو كانت جت بدري اللي اما التغييرتين بتوع الدقيقه التغييرتين بتوع الدقيقه 84 والدقيقه في نفس الدقيقه وليد مصطفى. الاثنين واحد باك ليفت وواحد هاف رايت، اثنين لعيبه كوره عاليين جدا. يمكن كان جابر كامل الشوط الاولاني ما بيزيدش هجوميا، انما الشوط الثاني لما نزل وليد مصطفى بدا يشتغل هجوميا بشكل كبير جدا وبدا يزود الحته الهجوميه مع الهاف اللي قدامه، ففي خطوره حصلت لفرقه فاركو من على الجنبين بشكل كويس جدا. وده اللي فرق مع فرقه فاركو، خاصه ان وليد لعيب مهاري سواء وليد فرج او وليد مصطفى، الاثنين لعيبه مهاريين بيعرفوا عندهم حلول فرديه، بيعرف يعدي واحد على واحد، بيعرف يروح على الجون، بيعرف يعمل كروس باس صعب على فرقه المصري. وهتلاقي في اكتر من كوره اتعملت بالعرض كان ممكن يبقى فيها اشتراك من عمرو جمال، من شكري نجيب، من عمرو ناصر قبل ما يخرج، كان في خطوره ليهم. انا في كوره على ذكر عمرو ناصر كابتن طارق، عايز برضو حضرتك تقول لي رايك فيها وكابتن عبد الستار. كره اعتقد ان هي كانت هتبقى فرصه هدف محققه، يعني لو الكره معانا وده انا طالبها منهم يا ريت يجيبوها لنا، لان الكره دي في منتهى الاهميه. ده الفرق بين اللعيب اللي عايز يروح للجون. عمرو ناصر هنا غلط غلطه كبيره جدا، ان الكره اتلعبت له ثرو باس من ظهر السيرد باك او الباك رايت، كان المفروض هو هياخد ويروح على الجون ويحط اللعيب اللي ما اهي الكره اهي بدايتها اهي، هتلاقي بص هنا فرقه ضغط قطع حط الثرو باس شكري نجيب كويس جدا. هنا بص اقف بقى بعد اذنك ارجع لي بس خطوتين، هتلاقي دبش راح للبعيد. بص دبش المفروض هنا يبقى في تغطيه، عمرو ناصر بدل ما ياخد ويروح على الجون بس حرك بقى حرك خلاص خلاص لقدام، بس سنه وانت معانا، يلا حرك لقدام بعد اذنك. بص هنا عمرو ناصر الكره اتلعبت قدامه، هتلاقي دبش راح لبعيد والسرد باك اللي هو باهر المفروض في مسافه بينه وبين عمرو ناصر. عمرو ناصر لو كان خد وراح الجون، بص دبش هنا راح لبعيد شويه فتح لبره، الله ينور عليك، ما طمش على الجون. دي كان ممكن يبقى انفراد لعمرو ناصر، ودي غلطه من عمرو ناصر محتاج ان هو يشتغل على ان انا اخد، لان الكره دي فضلت مستمره تحت رجل فاركو بدل من ان هي انفراد رسمي، بقت الكره تتنقل من رجل لرجل من رجل لرجل، ما بقتش هجمه خطر. وهنا ما استغلهاش نادي فاركو في هجمه.